تربيع ألف فتحة با فتحة جيم فتحة. شوفي هاي لو كان الرأس اسمه ألف، هذا الرأس اسمه با، هذا الرأس اسمه جيم. الضلع المقابل للرأس ألف بسموه ألف فتحة، بالمصطلح هيك بسموه ألف فتحة. الضلع المقابل للرأس ألف بسموه ألف فتحة. الضلع المقابل للرأس با بسموه با فتحة. الضلع المقابل للرأس جيم جيم فتحة. الآن إذا علم ألف فتحة وبا فتحة وجيم فتحة يمكننا حساب مساحة المثلث بدون ما نطلع قاعدة وارتفاع عن طريق القانون اللي إحنا قدامنا ببساطة. هون مثلا نأخذ مثال عملي، نفترض أنه ألف فتحة تساوي 5 سنتي، با فتحة تساوي 6 سنتي، 6 و5 11، وجيم فتحة تساوي 3 سنتي. هل ممكن هاي تكون أطوال أضلاع مثلث؟ خلينا نسأل، 5 زائد 6 11 أكبر من 3 صح لحد الآن؟ صح. كملي، 6 زائد 3 9 أكبر من 5 صح، 5 زائد 3 8 أكبر من 6 صح. إذا نعم ممكن. فهمتوا كيف سويتها؟ أنا مسكت كل اثنين مع بعض، جمعتهم كل اثنين مع بعض، وبعدين لازم يكون أكبر من الثالث. هاي اسمها متبعية المثلث. إذا هذا ممكن تكون أطوال أضلاع مثلث. الآن أول خطوة بعملها بس مش اسمه حا. شو هي حا؟ محيط المثلث، مجموع أطوال أضلاع. يلا اجمع لي يعني 5 زائد 6 زائد 3 سوى 14 على 2. دقيقة، احنا حسبنا حا بس كويس، لا حا على 2 عفوا، حا لازم نقول مجموع حين على 2. آسف، أيوة على 2. دكتور إيش هي نص محيط المثلث؟ سوى 7 نص محيط المثلث. ما هو محيط المثلث اللي هي مجموع أطوال أضلاعه، على 2 صار نصه 7 بس. بس هو لما بتحكيها أنت لغة، لما تحكي حا شو هي حا؟ حا مش محيط المثلث، نص محيط المثلث. مظبوط. لا لا، ضرب 2 ضرب نص عفوا. الآن بعد ما طلعنا حا 7 وعندنا ألف فتحة موجودة وعندنا با فتحة موجودة وعندنا جيم فتحة موجودة، خلص طبق القانون ما انتهى. إذن المساحة تساوي الجذر التربيعي لي حا 7 ضرب افتح قوس 7 ناقص قوس 5 ضرب 7 ناقص 6 ضرب 7 ناقص 3 بيطلع الكالكوليتر بالضرب، بدون لا قاعده ولا ارتفاع. بس ما ممكن مطلوب. طبعا في فكره ثانيه، اني انا بجيب مساحه المثلث عن طريق اني اجيب مساحه مثلا شكل خارجي ناقص مساحه مثلا عده اشكال داخليه، بطلع مساحه اللي بالنص. هذا سؤال الامتحان، زي سؤال واجب عفوا. ما انا بسالك نفس المثلث لا، إذا بتقدري. إذا بقى مطلوب مني طريقة ثانية. بلكي نزلتي عمود بس ما عرفتيش تحسبي طوله. معناته مش طريقة نزال عمود هي اللي بتحلها. ممكن تكون هاي الطريقة بتحلها. إذا كان مطلوب طريقتين. أما هي واحدة بالهاي وواحدة عن طريق مساحة الشكل الخارجي ناقص مساحة الأشكال الجانبية. هاي طريقتين. في طبعاً معلومات ثانية إحنا ما نقدر نحكي فيها، لأنه لو بتيجي تعمم صراحة. في طرق ثانية يعني اللي هي عن طريق الجيب والجتا وأشياء قوانين ثانية بتحلها. خلص وصلنا هذا، خلصنا منه. الآن نجي للدائرة شوي. في شيء اسمه باي، كنا بنعرف باي أو طا. في ناس بيحبوا يكتبوا طا، في ناس بيحبوا يكتبوا باي. كويس. الآن لو لاحظوا هنا محيط الدائرة، أنا عندي هنا سوفت وير حاسب لي كم محيط الدائرة، يعني أنا ما بتشغل بالك كيف حسب المحيط. طبعا عمليا لو بتحسب محيط دائرة شو بتسوي؟ بتجيب خيط بتحطه مثلا عند النقطة باء، بتلفه حوالين الدائرة لحد ما يرجع لباء، بعدين بتقصها بتمسكه وبتقيسه على المسطرة. طريقة ثانية، إذا كانت الدائرة على شكل مثلا مجسم عجل مثلا، إذا تعرف محيطه قديش، حط علامة على بداية خليه يمشي بشكل يلف دورة كاملة على الأرض لحد ما يرجع محل ما بدا. قيس القطعه شو بتكون طلعت؟ محيطه. هذا عمليا. طبعا احنا بدنا نظن كل ما بدنا نقيس دائره بدنا نجيب خيط ونقعد، مش معقوله هي. فالملاحظه اللي وجدوها انه لما بيجيبوا محيط الدائره بقسموه على قطر الدائره بيطلع الجواب دائما باي.
وباي عدد حقيقي وليس عدد نسبي. يعني هي الجواب باي ليست 3.14% من الأخطاء الشائعة جدا. تقديرية. تقديرية هي قيمة تقديرية تساوي تقريبا 3.14% ولا تساوي 3.14%. لما نقول ذلك في المسائل شو بقول لك؟ اعتبر باي 3.14%. اعتبر باي 22/7. الآن شوفوا طلعوا لو غيرنا طلع بتغير. أنا قاعد بحرك دايناميك طلع كيف؟ كل مرة بتغير المحيط وبتغير معاه القطر، لكن طلعوا الباي بيظلها إيش؟ والله ثابتة. إذن هاي الخاصية، هاي الخاصية فقط للدائرة، إنه محيط الدائرة على قطرها هو باي. يعني واحد سألكم قال لكم شو هي باي، شو بتقولوا له؟ محيط الدائرة، محيط الدائرة على قطرها. أكثر من هيك حكي فيه؟ بس يعني مش غلط يقول لي شو هي باي، منين جت باي؟ طبعا هيك اكتشفوها زمان. الآن قاعدين بتكلموا في وجود الكمبيوتر إنه مطلعوا باي لا مثلا 400 منزلة بعد الفاصل، وثبت إنها طبعا عدد حقيقي وليست عدد نسبي. طيب في فكرة ثانية طلع هون، هون مساحة الدائرة، حرك النقطة السوداء لتحصل على طول المحيط. طلعوا كيف هاي دائرة، شايفين هذا الخط الأسود اللي هون اللي قاعد بأشر عليه أنا؟ هذا الخط الأسود لو تخيلناه زي الخيط، طلع شو راح أسوي؟ راح أمسك هاي سلايدر وحركه، شو قاعد بيصير؟ طلع شو قاعد بيصير؟ لا لا مش قاعد تكبر، طلع شو قاعد بيسوي؟ هذا خيط وقاعد بفرد فيه، قاعد بفك الخيط، قاعد بفك الخيط. أنا عامل خيط لافه حوالين الدائرة، طلعوا كيف؟ وشو قاعد بسوي فيه؟ بفتح الخيط، طلع. هاي منين اجت هاي؟ المحيط بيساوي 2 باي نون قاف. منين اجت؟ نون قاف يعني نص القطر، نون قاف اختصار لكلمة نص القطر. منين اجت نص القطر؟ أمو مش قلنا المحيط على القطر بيساوي باي؟ اضرب تبادلي مظبوط ولا لا؟ نرجع للهاي، مش انتوا عندكم المحيط على القطر، بدل ما اكتب قطر شو رايكم نكتب 2 نون قاف؟ هي من نص القطر نون قاف، 2 ضرب نص القطر شو بطيق؟ يساوي باي. يساوي باي. اضرب تبادلي، اذا المحيط يساوي 2 باي نون قاف. بس مع هذا الترتيب الناس بكتبوها 2 طا نون قاف، بفرقش يعني طا. على فكره هذا رمز عربي يقابل الرمز اللاتيني باي، بس بنفس ترتيبه في الابجديه. اوكي الان نطلع كيف نطلع مساحه الدائره. طب هو يعني شوي يعني محيط الدائره يمكن كان سهل اني اعرف خيط، اجيب خيط وخليه يسوي. طب كيف نطلع مساحه الدائره؟ شوفوا طلعوا ارجع مفهوم المساحه، ايش يعني مساحه؟ اللي هي عدد الوحدات المربعه. الفكره الشائعه في حساب المساحات دائما هي ايش؟ انك تقطع الشكل الى او المنطقه الى اشكال معلومه احنا بنعرفها، وبعدين من الاشكال المعلومه شو بنسوي؟ بنصير نحسب مساحه كل الاشكال الداخليه مجموعها بعطيك مساحه الشكل الكلي. هاي اصلا فكره التكامل. طلعوا كيف اجوا شو عملوا؟ راح قسم الدائره الى ايش؟ كم قطاع هذول؟ 12. طب لو زدناهم تعرفوا القطاع زي ايش؟ زي تاع الجبنه. هسا بتقدر تقولي عن الجبنه انه المنطقه المطعوجه هاي قطعه مستقيمه؟ لا قوس، مش قطعه مستقيمه، قطاع. طيب يعني هل القطاع الدائري هل هذا الشكل يمثل مثلثا؟ لا. لكن لو زدنا تخيل وصلنا لألف شو بصير بالطاجة هذه؟ بصير تقريبا هذا بيدخل فيه بالرياضيات مفهوم النهايات اللي سمعتوا فيه بالتوجيه، كانوا يحكوا عن النهايات. النهايات هاي النهايات، هون النهايات، انه انت عند ما لا نهاية يؤول القوس الى قطعة مستقيمة. معناته ببساطة أنا شو قاعد بسوي؟ بحسب مساحات مثلثات، مجموع مساحات هذه المثلثات يعطيني مساحة الدائرة. طرق تدريس زائد رياضيات، لازم اثنين تفهمين. أنا ما بفصل الطرق التدريس عن الرياضيات، إذا أنت مش فاهم المادي كيف بدك تروح تحكي لي؟ يعني إذا أنا ذكرت بهالطريقة خلاص بقدر أدرسها. طبعاً 100%.
لما تكوني فاهمتي اقول لك مش بس بتقدر تدرسيها وبتقدر تتحركي فيها. لو اعطيتك اي سؤال ترك اللي بنحكي عنه البروبلم سولفينج بتحليه. يس طبعا لازم تدرسيها بهاي الطريقه. المشكله هاي موجوده في الكتب لكن روح شوف المعلمين شو بيسوا بطنشوها بقول لك طنش. احفظ القانون وبس. طب منين اجى القانون؟ كيف اجى القانون؟ طب شو فيها فكره صعبه هاي؟ شوف الوسائط المتعددة هون، وسائط الإلكترونية بتساعدني كثير في إني صحيح أنا ممكن كأستاذ أتغلب لما أسوي شكل زي هذا، لكن موجود وسائط متعددة من هذا النوع بتريحني كثير. طلع هلا شو بدي أسوي؟ بدي أعيد ترتيب القطاعات الدائرية. طلع شو راح أسوي؟ ركزي معي شو قاعد بصير. شو بيسوي هنا؟ قاعد بفرد في القطاعات الدائرية. طلع كيف سوى؟ فردهم. بعدين شو بيسوي؟ طلع شو بيسوي؟ بده يركب القطاعات خلف خلاف مع بعض. طلع كيف بيسوي فيهم؟ الشكل صار تقريبا متوازي اضلاع. يعني بقدر اقول انه مساحه الدائره بتساوي مساحه متوازي اضلاع مع تحفظ واحد بس، انه هاي القطعه اللي هون مش قطعه مستقيمه، هاي قوس. طب كيف بدي اخليها تصير تقريبا قطعه مستقيمه ولا شيء؟ زيد القطاعات، زيد القطاعات، صارت ايش؟ غطت. شفتوا المساحة هون كيف مفهوم المساحة؟ كيف غطت؟ بدون هاي ما فهمش شو بصير. اذا مساحة الدائرة بقدر اقول انها تساوي مساحة متوازي الاضلاع المشترك معها في ايش؟ في نصف القطر والقاعدة. هسا هون ما بدي اقعد استنتج، انا ما بدي البرهان. هذا على فكرة هذا فكرة برهان. من وين اجى القانون؟ كيف استنتجوه اصلا؟ اوكي هلا ببساطة بنقدر نوصل فيما بعد انه مساحة الدائرة هي عبارة عن ايش؟